أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة من مطبخكم مطبخ هناء العمود. النهاردة هنعمل كباب حلة. كباب الحلة عبارة عن لحم مسلوق ومحطوط مع صوص بصل متحمر زيادة أو مكرمل زيادة مع الصوص بتاعه والإضافات البسيطة بتاعته الملح والفلفل بس، ما فيش أي حاجة في الأكلة معقدة ومكلفعة. عندنا النهاردة المكونات بتاع كباب الحلة: اللحم وش فخدة زي ما احنا شايفين، دي قطعة من وش الفخدة للعجل، وعندنا دي تعتبر كيلو. لكل كيلو كباب حلة او لكل كيلو لحم هيتعمل كباب حلة بنحط له نص كيلو بصل. البصل بيبقى متقطع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، قطعة كبيرة شوية، وملح وفلفل وجزرة وبصلة لسلق اللحمة. اول حاجة احنا بنحط مية على النار في حلة بتغلي كويس قوي، وبنتبلها علشان نسلق فيها اللحمة. هنحط فيها الجزر شوية جزر علشان تتسلق، وهنحط فيها بصل. احنا هنتبل لحمتنا عادي وهنسلقها عادي جدا. ادي البصل، ونحط بقى شوية ملح بس صغيرين مش كتير، عشان الملح احيانا ما بيخليش اللحمة تستوي بسرعة، وفلفل اسود. ولو بتحبي الحبهان حطي حبهان، يفضل جدا الحبهان. خلاص كده تبلنا المية بتاعتنا اللي هنسلق فيها اللحمة. هنمسك بقى اللحمة بتاعتنا. انا بحب اجيب اللحمة بتاعتي واقطعها، اللي عايز الجزار يقطع له لحمته ما فيش مشكلة يقطعها له، بس يعملها قطع متوسطة، مكعبات متوسطة. بنقطعها كباب الحلة. ممكن يتاكل مع رز بالشعرية، جنبه طاجن خضار مثلا مع طبق السلطة، او يتاكل مع مكرونات. مش شرط يبقى رز وخضار، ممكن يتاكل مع مكرونات. احنا بنقطع اللحمة بتاعتنا قطع زي ما انتم شايفين الحجم ده، مكعبات الحجم ده، وبننزلها في المية بعد ما تغلي كويس تتسلق. تمام. طيب احنا سلقنا اللحمة بتاعتنا وخلاص استوت. بعد ما بتستوي الخطوة اللي بعد كده بناخد اللحمة بتاعتنا بنصفيها من الشوربة وبنحطها في بولة على جنب لغاية ما نظبط بقى الصوص بتاع البصل بتاعنا. هنبتدي ناخد البصل اللي احنا قطعناه ونشوحه على النار لغاية ما يكرمل بشوية زيت. هنحط الطاسة وشوية زيت. احنا عايزين البصل يتكرمل ويبقى لونه بني. ادي الزيت بتاعنا المفروض يحمى جدا. قلنا لكل كيلو لحمة بنحط لها نص كيلو بصل متقطع قطع كبيرة زي ما انتم شايفين كده، علشان لو حتت صغيرة هتتحرق بسرعة مننا، واحنا مش عايزينها تتحرق.
احنا مستنيين بس الزيت يحمى، هو تقريبا كده حمي. بنحط البصلة بتاعتنا، هي هتاخد مدة شوية لغاية ما تاخد اللون البني اللي احنا عايزينه. هنستنى البصلة لغاية لما اللون بتاعها يبقى بني، وبعدين نحط عليها شوية من الشوربة، وبعدين اللحمة لغاية ما تبقى صوص تقيل، بس بنحط شوربة بسيط مش كتير. طيب ده زي ما احنا شايفين البصل بتاعنا، انا بقرب لكم علشان تشوفوا ازاي بقى لونه وازاي حجمه. البصل بتاعنا بقى بني زي ما احنا شايفين، مش محروق ومش متحمر، بس هو مدي لون الكرملة، وهو ده لون الكباب الحلة اللي احنا عايزينه يطلع لنا صوص لونه بني. حمرنا البصلة كده، هنبتدي نحط شوية من الشوربة اللي سلقنا فيها اللحم علشان اللون بتاع البصل ينزل. الشوربة اهي، حوالي معلقتين شوربة كبار. دلوقتي اللي بيحصل ان لون البصل بينزل في الشوربة وهيعمل لنا صوص، وطبعا الشوربة بتاعتنا متبلة وفيها ملحها وفلفلها وكل حاجة، لكن احنا هنزود ملح وفلفل زيادة علشان البصل، كمية البصل اللي احنا حاطينها النص كيلو دي بتسكر، يعني بتدي طعم فيه سكر، فهنزود شوية ملح وفلفل علشان يبقى الطعم معتدل معانا. ازي الفلفل زي ما احنا شايفين البصل نزل لون، ادي اللون بتاعنا البني. دلوقتي الخطوة اللي بعد كده، اللحمة بتاعتنا اللي سلقناها وطلعناها من الشوربة، بننزلها كلها هنا ونبتدي نرجعها تاني على النار عشان كل ده يتقلب في بعضه واللحمة تاخد من لون الصوص بتاعنا ويبقى لونها بني. ونفضل نقلب فيها شمال ويمين لغاية لما تاخد اللون بتاعها وتتحمر شوية مع البصلة، او زي ما بيقولوا تتسبك، يعني احنا عايزين دلوقتي الصوص ده مع اللحمة والبصل يتسبكوا شوية. احلى حاجة في كباب الحلة الصوص بتاعها لما يتسبك شوية ويبقى تقيل. تغمسها بعيش او مع رز بخضار او مع رز بسمتي او مع معكرونات، يعني هي بصراحة جميلة جدا، تتاكل مع اي حاجة. هي قربت اهي تاخد اللون بتاعها، بس لازم البصلة تنعم خالص مع اللحمة، ما تبقاش يعني واضحة قوي ولا تبقى مقرمشة، احنا عايزينها تستوي قوي مع صوص اللحمة ده علشان تبقى ناعمة هي والصوص تبقى واحد. هنزودها شوية شوربة عشان الشوربة هي اللي بتخلي البصلة تنعم. شكلها جميلة جدا. هي بتاخد تقريبا نص ساعة على النار كده تقليب، كل ما تتقل نحط شوية شوربة تاني، تتقل معانا نحط شوية شوربة تاني، هي بتاخد وقت شوية في التقليب. هنستناها شوية بس حوالي كده ربع ساعة كمان ونشوف شكلها عامل ازاي. دلوقتي عدى ربع ساعة، ده شكل اللحمة بتاعتنا الكباب الحلة بعد لما
الصوص بتاعها تقل، وسبناها حوالي ربع ساعه او نص ساعه بالتقليب المستمر لغايه ما كرملت بالشكل دوت وبقت فيها صوص ولونها بني، لونها يعني نفس لون الصوص بالظبط. هنبتدي بقى نحطها في طبقنا سخنه جدا وجميله جدا. طيب دلوقتي في ناس ممكن تقولك الصوص قليل شويه، انا بحب الصوص اكتر من كده. اللي عايز يزود الصوص طريقه بسيطه جدا، حط شويه شوربه في كوبايه معاها معلقتين صغيرين دقيق ويتقلبوا كويس ويتحطوا عليها وهي بتغلي، الصوص ده هيزيد وهيتقل. اللي بيحب الصوص الزيادة يعمل زي ما بقوله كده، زي ما احنا شايفين كده ادي طبق بتاعنا زي ما قلنا الكباب الحلة بتاعنا اللي بالبصل والصوص، البصل البني والصوص. ممكن نقدمه مع فراخ مع رز بالشعرية او خضار او طواجن مكرونة او طواجن خضار مع السلطة، او من غير اي حاجة ممكن يتغمس بالعيش وبالسلطة بس. الطبق بتاعنا جاهز للتقديم، اتمنى ان انتوا تجربوها. وكل ما زاد البصل فيها بتبقى جميلة جدا، اتمنى تجربوها وتقولولنا رأيكم. وبالهنا والشفا وكل سنة وانتم طيبين.